السلسلة المدنية العام كاين واحد التقدم، واحد العطاء، واحد المنتوج اللي هو زوين في واحد السلسلة. نذكر ياقوت وعنبار، نذكر كذلك سلامات أبو البنات، نذكر كذلك شهادة ميلاد كوبيراتيف. أنا شخصيا كنت أتفرج في هاد ثلاثة السلسلة تقريبا وعجبوني صراحة بكل صراحة. على رأسه غادي نرجعوا لياقوت وعنبر. كيفاش جاك الدور ديال المهدي؟ فوزي تصور دابا الا قلت لك هذا بالنسبه للدور ديال المهدي، دابا وليت حير باش نقول واش نقول ليه فوزي ولا نقول ليه المهدي. صراحه في هذا الدور جاني المهدي مخالف على المهدي اللي كنا كنشوفوه في مسرحيه او شي حاجه، كنشوفوه في شي حاجه ديال الكوميديا، ولكن شناه في الدراما كان واحد كيف ما كنقولوا كان شنو نقول لك كان ستريكت وكان مزيان لدرجه انه تاثرنا في احدى المشاهد معاه. سير تشوف اش كان كيبكي وسير تشوف اش شناه في الكروسه بانه كان انسان قاعد ما كينوضش، فتعاطفنا معاه لدرجه ولينا كنقولوا مثلا بحال نسيت راسي راه هو من العائله ونسيت كنقول واش غينوض ولا ما ينوضش. نسيت اتاثر بحكم تفرونتي معاه، قلت واش غادي ينوض ولا ما ينوضش. مشينا وانا واحد الوقيته كنقول راه واقيلا هكا يمثلوا، لدرجة أن هذا خلاني تأثر معاه بزاف، لأنه كنقول أن المهدي في هذا الدور الحمد لله بدع ونتج واحد المنتوج مزيان، وهذا ماشي الشهادة ديالي ولكن شهادة الجميع، شهادة الأصدقاء ديالي في العمل، شهادة الزملاء ديالي في الحي أو في الميدان الفني اللي كانوا تناقشوا معايا، خصوصا أن في هذا رمضان كنت كديم مدمن على التواصل معاه أو مداوم على التواصل معاه، كنت ديما كنهضر معاه كنقول ليه فوالا كنتي غادي مزيان وإن شاء الله سير في هذا الاتجاه، بغينا نشوفوا المهدي إن شاء الله في ادوار اخرى تكون اللي تكون بهذه الطريقه وتكون وهو كذلك هو عجبو الحال، لدرجه ان الحاج الحمد لله عجبو الحال والعائله كامله فخورين بان الدور اللي قام به المهدي والحمد لله. هادشي اللي شي مشهد اكثر فوق من شي بكي شي شفتي المهدي انت غير نقول لي المشهد اللي اثر فيا بزاف هو المشهد اللي قرر فاش قرب يسالي وكان لدرجه انه كيبكي انه بغى يتعالج وبغى بزاف ديال الحوايج قلت المهدي خلانا نعيشوا معاه الدور وخلانا نبكوا، لان بحكم تا عندي تا واحد الزوجه ديالي الاغلبيه عندنا عزيز على المهدي دغيا كت شافت المهدي في هذاك الدور دغيا بدات كتبكي قلت راه كيمثل، قلت لي لا والكره مشيت معاه خلاني نساجم مع الدور. عجبتني بزاف وليت كنبرك وكنتسنى متى تبدا ديك السلسله، لدرجه ان ملي كتبدا ما خصني يهضر حتى واحد، ما خصو يدوز حتى شي واحد، خصني نشوف باش نساجم باش نتادبط معاه. سي خالد مكان الزيات تاريخ الزيات فغادي ترجعني لسنه 1971 هي السنه ديال الميلاد ديالي بالضبط، بكري القبله الزنقه 13 الرقم 233، البلاصه اللي كنت كاخور بانها كانت زاد فيها هي، خصوصا بانها كان واحد الحي اللي معطاء عرف ولد فرق مجموعه من النجوم، فرق مجموعه من الرياضيين فنانه، فيكفي اني كبرت في كري القبله الساقه الصفراء اللي واحد المكان اللي معروف، كبرت يكفي غنجبد واحد الناس اللي قدام اللي كانوا حدايا اللي كنتمنى من هذا المنبر يكونوا بألف خير، يكفي أن نجبد في الرياضة بكامرات هاد السيد علاش غنجبدو؟ لأن واحد الإنسان اللي ما خداش حقه، إنسان اللي كان رياضي وكون كانت الكرة كتنصف الناس القدام كرة نصفاتو، فيكفي أنه لدرجة أنه لقى كيلعب معنا حتى وصل واحد السن ديال 60 عام ويلا ما خانتنيش الذاكرة، لعبنا في النادي في الكودرون قبل ما يتبنى جامع، وكان كنا كنشوفوه كنقولوا باكا مراد ما غيجيبش هذيك الكره رغم ذلك كيجيبها هو اللي عنده 60 عام وما يجيبهاش واحد 20 اللي عنده 20 عام. نعاود نرجع لكم بان في الحي المحمدي في هذيك البلاصه فخور بهذيك البلاصه اللي تزدت فيها، وفين ما مشيت غنبقى نقول فخور ان لان حتى فاش كنت كنكتب وكنمشي لشي بلايص كيقول لي فين كتكون، كنقول لهم في كاريان القبله ولد الكاريان، فين ما مشيت فانا فخور بكوني ولد الكاريان. سي خالد كلمه للجمهور اللي تيحب عائله فلان بأكملها. الناس اللي كيحبوا عائله فلان فعائله فلان كذلك هي كتحبكم، وديما كنحرصوا باش نكونوا في المستوى المطلوب، ديما كنحرصوا باش نحترموا الناس اللي كيحبونا وما يشوفوش علينا شي حاجه اللي تخليهم يغيروا علينا واحد النظره، فاحنا كنقول لهم احنا وصلنا بهذا الشيء بفضل الجمهور التشجيعات ديالكم، وغتقفونا احنا ديما في المستوى المطلوب الحمد لله. شكرا.
كاين القصائد سيرتو هاد الايامات كتبت بزاف حكم كنوجد في الديوان ديالي، فكتبت بزاف، كتبت على الام، كتبت نحن في زمن كورونا، زمن كورونا 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 كتبت ان شاء الله فكورونا بزاف قالوا عليها بزاف هذا الموضوع، خال واحد الحيز كبير نظرا لان حنا كنمروا قبل ما نبداو القصيده عطينا الحيتيات ديالها وشحال شحال ديال الوقت خداش عطينا واحد المده. بالنسبه للقصيده ديال كورونا كنت خدام وكيقولوا لي الاصدقاء ديالي واش ما كتبتي والو على كورونا، قلت لهم كتبت وقت كندرك كنكتب شي مقتطفات شي سطار جوج، ولكن كتبت شي حاجه عاوتاني حيدتها وعاوتاني بديت كنقاد، فكتبت قصيده قلت اشنو، لان فاش بدات كورونا الناس كلشي ولا عندهم واحد الهاجيس ولا كلشي كيف ما كيقولوا بواحد الطريقه نقولوا بغينا نقولوا كلشي مسودن بالدارجه ديالنا، كلشي مخلوع، كلشي كيقول كيفاش يحمي راسو من هاد الافه الخطيره، كيفاش تحمي راسك وتحمي جارك وتحمي ولادك، فهي مسؤوليه كبيره. فقلت مثلا بانت كورونا، بانت كورونا عباد الله دايخة مجنونة، العقار يفكر وربي يدبر، حالنا ما بقى حال، كل واحد فينا واش نقال، نقول وما زلت نقول وما تسمعوني غير كلام المعقول، وعلى كلامي راني مسؤول، قرحتنا قرحة وفين ديك الأيام الزينة وفين الفرحة، ولد بلادي خويا المغربي إلا كنتي حاسب راسك رخيص راك نتا عندنا غالي وعزيز، ارفق من حالك ومن حالي خليك في الدار باش يزول علينا هذا الخطر قبل ما يجي نهار، وعلى حالي وحالك تبكي وتتحسر، ابقى في دارك تحمي راسك وتحمي غيرك، حمي بلادك وولادك وحتى جارك، خوفي من خوفك تبع اللي يبكيك وما يغويك اللي ضحكك. سي خالد تبارك الله عليك، ما كرهناش ما سخيناش بالقصائد ديالك، بغينا تزيد تعملنا بشي قصيده. القصيده اللي يمكن غنقول كاين واحد في هذه الفتره ديال الحجر الصحي لابد من نوجه الشكر لمجموعه من الناس اللي كانوا في الصف الاولى، فلا سواء في الميدان الصحي، سواء في الميدان ديال الامن، سواء في الناس ديال عمال النظافه، فكنقول لهم كاملين شكرا لكم بزاف على هذا الشيء اللي درتو، شكرا بزاف على التضحيات، فماشي سهل باش انت راك ناعس وبنادم في الزنقه كيبات الليل كامل وكيدير الخدمه ديالو وما كيقولش اح، فيكفي انك انت بارك واحد الانسان اللي خارج برا لانه ثلاث شهور او شهرين ما شافش الراحه، ما ريحش مع ولادو، ما عطاهمش وقت، فهادو الناس اللي كيستاهلوا منا واحد كما كيقولوا نديروا واحد التمثال ونحترموهم واحد الاحترام اللي هو كبير، فرغم اني في ميدان الامن ولكن شي ناس كنرفع عليهم القبعه وكنقول لهم شكرا بزاف راه ضحيتوا علينا بزاف، فيكفي ان طبيبه توفى وهي حامل فماشي قضيه اللي هي بسيطه، وبحكم انا انتمائي لواحد الميدان كنهدي القصيده ديالي للاصدقاء ديالي اللي شفتهم انه دار بدلوا واحد المجهودات في هذه الفتره، فكنقول لهم تحيه كبيره وتحيه كبيره مني. تحيه للشرطه المغربيه، تحية للشرطة المغربية، عزم وإصرار وتضحية، تخدم صباح ليل وكل عشية، غادة بالجهد وبالنية، تحرس اللي ليك واللي ليا، تحية للشرطة المغربية، صوتكم يتسمع من الداخل ومن برا، والناس عارفة أشنو طرا وأشنو جرى، دار عليكم كلام وهضرة، ما تفرطوا في بلاد ولا صحراء، وما تبغيو للمواطن مضرة، تحية للشرطة المغربية، إصرار وتقدم وتنمية، تقدم للبلاد أكبر هدية، اسمح لي يا ولدي ما نخلي من جهدي، نحرس بلادي ونحمي ولادي، هادي أرضي وأرض جدودي، لازم نحرس حدودي، وندق وتادي، تحية للشرطة، تحية للشرطة المغربية، البارح اليوم وغدا وبعده. نرد البلاد العز والمجد وواحد شوية من الدين اللي هنرد، بلادنا محروسة بالرجال ورجالها وقفتهم وقفة الجبال، ديما تلقاهم صامدين معلوم راهم أبطال، اليوم عيد وعيد واش من عيد، عيد مبارك مسعود وصوت الشرطة فات الحدود، تطلبني البلاد أنا حاضر وموجود وكل شر عليها مردود، ألف تحية وتحية للشرطة المغربية. سي خالد قربنا من سي خالد فلان، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بك.
سي خالد، بغيناك تعاود لينا على الحجر الصحي. كيفاش دوز الحجر الصحي؟ والحجر الصحي بالنسبه لي انا واضح وباين. كاين عندي اول، كاين عندي الحصه تقريبا كنخدم، تقريبا كنجي مع ديك الربعه الخمسه، كنلتزم بالدار تقريبا الاغلبيه. الا كانت شي حاجه ديال السخره ديال ما هذا هو عندي الحاجه اللي كندير تقريبا. سي خالد.